أحبتي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المنير في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي. إذن أحبتي اليوم لدينا النص الشعري أنا الغابة. جميل، إذن قبل ما نبدأ الحصة ديالنا أحبتي الصغار، ما تنساوش تشتركوا عندي في القناة، فعلوا زر الجرس، خليوا لي جيم لهذا الفيديو هذا. كان عندكم شي اقتراح أو شي تساؤل فخليوا لي في بلاصة التعليق، فأنا أحبتي الصغار أكيد كنقرا جميع التعليق ديالكم. إذن على بركة الله غادي نبداو الحصة ديال اليوم. إذن عندنا استعدوا للقراءة. إذن تتهدد الغابة أخطار كثيرة، أذكر بعضها. جميل، إذن بهذا الشكل هذا أحسنتم. إذن الأخطار التي تتهدد الغابة هي الحرائق، الجفاف، الانهيارات الأرضية، انتشار الغازات السامة، تفشي الحشرات والأمراض، الظواهر المناخية مثل الأعاصير والعواصف والعواصف الثلجية. إذن أعيد، الأخطار التي تتهدد الغابة هي الحرائق، الجفاف، الانهيارات الأرضية، انتشار الغازات السامة، تفشي الحشرات والأمراض، ثم الظواهر المناخية مثل الأعاصير والعواصف كذلك أيضا الثلجية. أحسنتم أحبتي الصغار. إذن السؤال الموالي عندنا، ألاحظ الصورة وأقرأ العنوان ثم أقترح توقعا لموضوع النص. إذا عندنا الصورة هي هذه كما كتشوفوا، فهي صورة لغابة فيها أشجار إذا مخضرة، وهنا عندنا العنوان فهو أنا الغابة. إذا انطلاقا من الصورة والعنوان يمكن أن نقول أن القصيدة سوف تتحدث عن مميزات الغابة. إذن انطلاقا من العنوان والقصيدة والصورة، أتوقع أن القصيدة سوف تتحدث عن مميزات مدى الغابة. أحسنتم أحبتي الصغار. إذن دابا غادي نمشيو نقراو النص ديالنا. جميل، أو القصيدة الشعرية ديالنا. إذن أنا الغابة، أنا الغابة، أنا الغابة، بلا حرس وبوابة، إذا ما زارني الإنسان أبقى منه مرتابة، فقد يأتي ليقطعني، وقد يأتي ليحرقني، وقد يأتي ليأخذ بعض أبنائي إلى السجن. أنا الأشجار تملأني، أنا الأطيار تسكنني، وللحيوان مملكة توارثها مع الزمن. أنقي الجو من غاز يلوث هيئة الكون، سيحفظ نفسه الإنسان منه حين يحفظني. أنا الغابة، أنا الغابة، بلا حرس وبوابة، فزوروني تلاقوني، أصر العين خلابة. أحسنتم أحبتي الصغار. دابا غادي نمشيو لأسئلة الفهم. إذن أحبتي الصغار، جميل، إذن عندنا أفهم القصيدة. السؤال الأول، أغني معجمي. إذن أبحث عن خريطة كلمة صر. إذن عندنا كلمة صر فنوعها فعل، صر المعنى ديالها أبهج، أفرح، أمتع. كذلك أيضا ضد صر أساء، أحزن، أزعج. تركيبها في جملة، سرني زيارة القرية، سرني زيارة القرية، أي أفرحني وأبهجني زيارة القرية. أحسنتم. إذا نمشيو دابا لأفهم. إذا عندنا السؤال الأول يقول، تتركب القصيدة من ثلاث مقاطع، أحدد الأبيات التي ترتبط بكل مقطع وأستعين بالعناصر الآتية، شكوى الغابة من الإنسان. إذا شكوى الغابة من الإنسان ستجدونها من البيت الأول إلى البيت الرابع، دورة الغابة في الحياة ستجدونها في البيت الخامس إلى البيت الثامن، دعوة الغابة لزيارتها ستجدونها أيضا أو مذكورة من البيت التاسع إلى العاشر، أو في البيت التاسع إلى البيت العاشر. أحسنتم. السؤال الثاني، تتحدث الغابة عن نفسها في القصيدة،
أستخرج ما يوضح ذلك. إذن قول الغابة: أنا الغابة، أنا الأشجار تملأني، أنا الأطيار تسكنني، فزوروني. إذن هاد الجمل هادو تدل على أن الغابة تتحدث عن نفسها. إذن أعيد: أنا الغابة، أنا الأشجار تملأني، أنا الأطيار تسكنني، ثم فزوروني. جميل. إذن السؤال الموالي، السؤال الثالث: أقرأ البيت الآتي وأنسج على منواله: أنا الأشجار تملأني، أنا الأطيار تسكنني. إذن كنا نقوله: أنا الزوارق تملأني، أنا الأسماك تسكنني. إذن هنا أتحدث عن البحر، عندنا في هذا البيت الشعري يتحدث عن الغابة، وهنا أتحدث أنا عن البحر. إذن نسجت على المنوال البيت الأول. إذن أعيد: أنا الأشجار تملأني، أنا الأطيار تسكنني، أنا الزوارق تملأني، أنا الأسماك تسكنني. جميل، أحسنتم. إذن عندنا السؤال الرابع: تخوفت الغابة من أخذ أبنائها إلى السجن، ماذا يقصد الشاعر بالأبناء وبالسجن؟ جميل. إذن هنا ربما يقصد الشاعر الأزهار، والسجون هي المزهريات، أو ربما يقصد الشاعر الطيور، والأقفاص هي السجون، أو السجون هي الأقفاص. جميل. إذن أعيد: ربما يقصد هنا الشاعر أن الأزهار، إذن يقصد أن الأزهار والسجون هي المزهريات، وربما أيضا يمكن أن نقول أنه يقصد أن الطيور، إذن والأقفاص هي السجون. جميل. السؤال الموالي: أتأكد من توقعي. إذن نعم، توقعي كان في محله، أحسنتم. شو دابا لي أركب وأقوم. إذا السؤال الأول: أحدد المغزى من النص. إذن عندنا المغزى من النص هو إذن تخوف الغابة من الإنسان وتهديده لها، ذكر أدوار الغابة، الدعوة إلى المحافظة على البيئة والغابة. إذن أعيد: تخوف الغابة من الإنسان وتهديده لها، ذكر أدوار الغابة، الدعوة إلى المحافظة على البيئة وعلى الغابة. السؤال الثاني، السؤال الثاني يقول: أعبر عن رأيي بخصوص القصيدة. إذن جميل، يتحدث الشاعر في القصيدة بلسان الغابة ليوضح، إذن ليوضح للقارئ تخوفات الغابة من الإنسان وتهديده المستمر لها، وليذكر بأهم فوائد الغابة. إذن أعيد: يتحدث الشاعر في القصيدة بلسان الغابة ليوضح للقارئ تخوفات الغابة من الإنسان وتهديده المستمر لها، وليذكر بأهم فوائد الغابة. أحسنتم. إذن سؤال ثالث: أختار لحنا ألون به القصيدة. إذن قد اختار لحن وغادي تقرأ به القصيدة. السؤال الرابع: ألخص النص في كلمات. إذن في كلمات فقط. إذن كنا نقوله: الغابة فضاء مفتوح للجميع، خوف الغابة من الإنسان، الغابة مكان عيش الحيوان. أعيد: الغابة فضاء مفتوح للجميع، خوف الغابة من الإنسان، الغابة مكان عيش الحيوان. أحسنتم. إذا أحبتي الصغار بهكذا كنكون وصلنا للحصة ديال اليوم. ما تنساوش اللي ما مشتركش في القناة يشترك، فعلوا زر الجرس. إذا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.